حرمان المئات من التلاميذ من اجتياز البكالوريا لسبب غير واضح فريق اشتراكي. تفضلي سيدة النائب. شكرا سيد الرئيس، سادة الوزراء، سيدات والسادة النواب. سيد الوزير، لاحظنا في فريق اشتراكي أن مئات من التلميذات والتلاميذ الذين اجتازوا امتحانات الدورة الأولى من البكالوريا حرموا من اجتياز الدورة الاستدراكية بحجة أنهم تغيبوا في امتحانات بعض المواد، والواقع يثبت عكس هذا. التلاميذ زملاء ديالهم ووثائق أخرى تثبت أنهم حضروا وأحرزوا على نقاط متفوقة في العديد من المواد. حول هذه الحالات كنسألك سيد الوزير عن الحقيقة وعن الغاية من حرمان هؤلاء التلاميذ من اجتياز الدورة الاشتراكية، وشكرا. سيد الوزير. احترام السيدات والسادة النواب المحترمين، سيدة نائبة محترمة، وضع لي الفريق الاشتراكي الأسبوع اللي فات في مجلس المستشارين هذا الموضوع وجاوبت عليه بدقة، وتكلمنا في هذا الشيء في اللجنة المالية، اللجنة ديال التعليم في الأسبوع اللي فات، وشرحت الحيتيات ديال هذا الشيء. كاين جوج ديال الاختيارات، ما كاينش 10. اولا هاد الناس ما حرموش لانه بغينا نحرموهم، والا كيولي الانسان مجرم في هذا الموضوع. هادو في التصحيح تبين انهم غشوا، ماشي لانه كاين الغش في مده الامتحان وكاين الغش اللي كنكتشفوه اثناء التصحيح. هادو ناس غشوا اثناء التصحيح. في السلم ديال التنقيط كنا في حيره، الفرق البيداغوجيه، راه ماشي انا ولكن عندي راي، الفرق البيداغوجيه كتقول صفر غائب، حتى يكون عنده الدوره الاستدراكيه يكون عنده عام، يكون عنده عامين الى غير ذلك. اخترنا نديروا له في لابليكاسيون انفورماتيك ابسون، ولكن اكتشفناه في التصحيح باش ما نكتبوليش طول حياته هو وليد صغير عنده يلا 17 ولا 18 عام ولا حتى 20 عام، طول حياته نكتبوليه غشاش، اما نكتبوليه بالفرنساويه تي ولا نكتبوليه بالعربيه غين. اختاروا الفرق البيداغوجيه يقول له ابسط، ولكن الناس عارفين هذا الشيء، عارفين الناس. لا الأستاذة المحترمة، هادو اللي سقطوا عارفين هاد الشيء على سقطوا، وما عندهم لا معدلات ولا هم يحزنون. عندي أمثلة اللي نعطيك اللي الناس عندهم المعدلات ولكن غش، حيت عنده المعدل اللي نسكتوا عليه. لا ما يمكنش الغش، ما يمكنش باقي تقبل في الموضوع. الامتحانات كانت في التعليم وفي امتحانات أخرى، المغاربة هي من هذا الموضوع. شكرا. وزير، احنا في الفريق الاشتراكي ما يمكننا نكونوا الا مع تدبير جيد للامتحانات، لان هذه المساله هذه كتنعكس ايجابا على اداء الامتحانات، على قيمه شهاده البكالوريا. ومن غشنا ليس منا، ما يمكنناش نكونوا مع الغش، ولكن كيف اللجوء الى كتابه ABS غائب والمحاضر تثبت عكس ذلك؟ سيد حضار، تلميذ حضار وتلميذة حضرت، هذا إجراء يؤكد أن الإدارة أصلح أو عالجت الخطأ بالخطأ. كان يمكن هالتلاميذ يتوضعوا أمام المسؤولية ديالهم، أمام المسؤولية ديالهم. الآن سيدة، وهذا أننا نوجه تهمة التلميذ والتلميذة ديال الغياب وهو حضر، فيه ضرر نفسي للتلميذ، لأنه يتوجه له تهمة هو براء منها، هو حضر وأنت كتقول له ما حضرتيش. السيد الوزير، كيفاش هذا؟ أنا ما فهم، نبغي نفهم السيد الوزير هذه النزعة الآن اللي بانت في الخطاب ديالكم ديال الإنسانية وديال أن ما نديروش الغاين وما نديروش التي ونديرو ABS، في الوقت لأننا تعودنا على الخطاب ديالكم فيه الوعد وفيه الوعيد وفيه الزجر. واش هذه النبرة ديال النزعة الإنسانية هي اعتراف ضمني بأن الإدارة خطأت وبأن هذه القضية خصها مراجعتها،
ولا كانت هذه القضيه مثبته في دفتر مساطر تنظيم الامتحانات كيخص مراجعه هذا الدفتر هذا باشراك الفاعلين التربويين، باشراك الفاعلين التربويين. سيد الوزير، ان احنا كيمكننا نعتبروا بان هذا الخلل هذا انه مواجهه الحقيقه بحقيقه اخرى، هو امتداد للخلل اللي عرفته وتخلته الايام الاولى ديال الامتحانات وكانت فيها الاعتقالات، وحنا لا نرى بديلا عن المقاربه التربويه، لا بديل عن المقاربه التربويه في المجال ديال المدرسه ديال الامتحانات. وما يمكنش اننا نلجؤوا للمقاربه الامنيه والعقابيه. شيء اخر سيد الوزير بالنسبه للبكالوريا، هي ان العلوم الرياضيات، وناقشت معك هذا الامر في اللجنه ولكن ما عطيتونيش جواب. العلوم الرياضيه كان واحد التقليد كتكون معهم مرونه في العتبه، لانها من اصعب التخصصات في مقارنه مع العلوم التجريبيه ومع علوم الارض والحياه. الان هذا الامتياز النسبي اللي كان كيتعطى للتلاميذ المتخصصين في العلوم الرياضيه ما بقاش، وقع الاجهاز عليه. شكرا السيده النائب. السيد الوزير. ايوا الاستاذه، مع احترامي لك قل اللي بغيتي، ولكن اقترح عليا اش ندير لهم. ندير لهم غشاشين الا بغيتي نديرها. الفرق التربويه راه هما اللي وضعوا هذا الشيء، ومن بعد دخلتيني للمركز ديال التوجيه وحنا كنتكلموا على البكالوريا. هو مركز التوجيه وضع لي السؤال ونساعد نجاوبك. ما كاين لا اجهاد ولا والو، كاين اصلاح مركز المفتشين. سمحيني. شكرا.